السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال جمال بلماضي حول إمكانية التحاق ياسين عادلي بالمنتخب الوطني الجزائري. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا تحدث الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية عن آخر المستجدات بخصوص إمكانية انضمام متوسط ميدان آسي ميلان إيطاليا الفرنكو الجزائري ياسين عدلية لصفوف المنتخب الوطني الجزائري خلال الفترة المقبلة. وقال جمال بلماضي: ليس هناك مؤشرات تدل على قدوم ياسين عدلي لتمثيل المنتخب الجزائري، كانت هناك محادثات في السابقة، وإذ كان يريد اللعب للمنتخب الجزائري عليه أن يبادر هو، لأننا تحدثنا نحن سابقا. وتابع جمال بلماضي: من ناحية أخرى نحن سعداء جدا بتواجد لاعبين شبان معنا، والوقت يمر بسرعة. الشهر المقبل تصفية كأس العالم ثم أمم إفريقيا، سنركز على المجموعة الحالية من اللاعبين وننتظر تأقلمهم سريعا. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا أنتم بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.